مين ده؟ ده نجم من نجوم الكرة التركية إردال كيسير، طبعا نجم المنتخب التركي السابق وصاحب مشوار ناجح داخل تركيا نفسها مع واحد من أكبر الفرق هناك جلاتا سراي، وأيضا في البوندسليجا كان نجم من نجوم بروسيا دورتموند، وضيفنا النهاردة في السادسة. أرحب بيك طبعا في البداية وأشكرك على وجودك معنا وظهورك معنا في السادسة على شاشة الأهلي، أهلا وسهلا. Hi to all our friends in Egypt. مرحبا بجميع أصدقائي في مصر، مرحبا بكم. جزء كبير يمكن من الجماهير المصرية تكون متعاطفة بتشجع المنتخب التركي في بطولة اليورو، لكن الحقيقة ظهر المنتخب التركي في بداية المشوار بشكل ولا أروع، ظهر بصورة قوية جدا مع جورجيا وحقق نتيجة وأداء على أعلى مستوى، ولكن في ظهوره الثاني الحقيقة أمام البرتغال وكأنه منتخب مختلف تماما وخسارة ثقيلة بالثلاثية. إزاي بتشوف بداية المشوار بالنسبة لمنتخب تركيا في بطولة اليورو؟ نعم، كان أداء مذهلا للمنتخب التركي أمام جورجيا لأننا أدينا بشكل رائع وبحالة جيدة، وكل المقدمات للفوز كانت جاهزة مسبقا. الفريق كان مستعدا، الفريق كان ناجحا، الفريق كان يلعب كوحدة واحدة، والالتزام كان موجود بجميع المراكز، ولكن ولكن هذه العقلية التركية. لم نكن متأكدين أننا سنفوز بسهولة على البرتغال، هذه العقلية لدينا للأسف، أننا إذا فزنا بمباراة بأداء رائع ندخل المباراة التي بعدها بشك ولسنا جادين بالشكل الأمثل. وأيضا ما فعله المدير الفني أنه قد قام بالكثير من التغييرات أمام البرتغال، وقام بتغيير الكثير من المراكز، وكان هذا سبب كبير في الخسارة. قبل ما أسألك على دور مونتيلا ونسخة المنتخب التركي مع مونتيلا المدير الفني الإيطالي، عايز أسألك، البعض يعني بيقول أنه غياب أردا جولر كان مؤثر جدا بشكل سلبي على أداء المنتخب التركي في المباراة، وده اللي يمكن أثر بشكل مباشر على مستوى ونتيجة المباراة أمام البرتغال. نعم. نعم، هذا هو تساؤل الجمهور التركي كذلك، لما لم يشارك أردا جولر في البداية؟ وأيضا هناك بعض اللاعبين الذين كان يجب عليهم أن يشركهم. هذا سؤال يجب أن يوجه للمدير الفني. كما تعرف لديك فريق رائع، فريق بجودة عالية، وطوال الموسم لم يلعب أردا جولر، ولكنه تعلم جيدا وتعلم من اللاعبين الرائعين الذين يلعب بجوارهم، ونحن رأينا أداءه كان أداء رائعا، ويمكن أن يغير الكثير، ويمكن أن يغير المباراة لصالح المنتخب التركي. وهذا السبب أن الفريق ككل لم يكن ناجحا في المباراة الثانية. في بعض الأوقات أو في كثير من الأوقات الحقيقة، وخصوصا في البطولات المجمعة على مستوى المنتخبات وحتى على مستوى الأندية، يمكن ما بيبقاش فيه الحماس الكافي، فكرة أنه في فرصة للتعويض، فكرة أنك أنت بتخوض أكتر من لقاء، ما بيخليش الدوافع أو بيخلي المنتخبات تقدم أفضل من ما عندها. ممكن ده يظهر ويبان بشكل كبير جدا بعد التأهل للأدوار الإقصائية. هل بتراهن على مشوار المنتخب التركي وأنه يقدر ينافس أو يقدر يروح لبعيد في بطولة اليورو في ألمانيا؟ ورهانك على مونتيلا، نسخة مونتيلا على وجه التحديد، اللي محتاجه مونتيلا عشان يقدر يصل بالمنتخب التركي لأدوار متقدمة؟ نعم نعم، هذا هو هدفنا. لدينا الجودة ولدينا الإمكانية لتخطي مرحلة المجموعات، يمكننا أن نفوز بسهولة في مباراة التشيك. هذه هي جودة الفريق، لأن هذا كان لدينا جيلا رائعا من قبل،
والآن لدينا جيل رائع أيضا على المستوى الفردي وعلى مستوى الفريق، ولكن على مستوى الفريق هو الأهم. يجب علينا أن نلعب معا، ويجب على المدير الفني أن يكون متأكدا كيف نلعب وأن يخلق الدوافع للاعبين وأن يضع اللاعبين في المراكز المناسبة. ولكن لنصل لهذا المستوى يجب علينا أن نفوز بالمباريات، يجب علينا أن نحرز الأهداف أمام التشيك. يمكننا أن نفعل ذلك، ويمكننا أن نتخطى هذه المرحلة، ويمكننا أن نصل لمستوى أبعد. ما رأيناه أمام البرتغال لم يكن تركيا. المنتخب التركي إذا كان مركزا واللاعبين كذلك والمدير الفني يمكنهم أن يفوزوا، وتكون هذه هي البداية الحقيقية للمنتخب في هذه البطولة. قلت من شوية أنك بترى أنه المنتخب التركي يقدر يفوز، أو بتعتبر أنه مواجهة التركية والتشيك لقاء سهل بالنسبة للمنتخب التركي، وأنه يستطيع أن يحقق فيه المكسب. رهانك على إيه تحديدا، وإيه اللي محتاج مونتيلا أنه يغيره في أسلوبه أو في تشكيلته أو في اختياراته قبل مواجهة التشيك؟ نعم، أعتقد ذلك وأكرر ذلك. إذا كان لدينا التشكيل الأمثل سنحقق نتائج أفضل كما فعلنا في النمسا في عام وسويسرا في عام 2008، وصعدنا لقبل النهائي وخسرنا أمام ألمانيا، ولولا ذلك لا وصلنا للنهائي. فهذا الفريق أيضا يستطيع ولديه الإمكانية أن يكون ناجحا كهذا الجيل وأن يحقق هذه النتائج. فقط هذه الفرصة، إذا لم ترتكب هذه الأخطاء، إذا استغللت هذه الفرص ولم تكرر أخطائك مرة ثانية، فستتجاوز هذه المرحلة. بمناسبة الكلام عن جولر، نجم المنتخب التركي ونجم ريال مدريد، إزاي شفت بداياته؟ يعني هو اتحط الحقيقة تحت ضغط، وضغط إعلامي كبير جدا، وضغط جماهيري كبير جدا مع انتقاله، صفقة أثارت ضجة كبيرة جدا في إسبانيا وفي العالم كله الحقيقة. ورغم كده ولأسباب مختلفة ما كانش الموسم الأول معاه ريال كان يعني جيد جدا. هل وفي نهاية الموسم يمكن كان في تصريحات لكارلو أنشيلوتي بيتمسك فيها ببقاء جولر في صفوف ريال مدريد، هل أنت مع فكرة بقائه في ريال في وجود الأسماء والصفقات، مع وجود جود بيلينغهام، كيليان مبابي، فينيسيوس جونيور، رودريجو وغيرهم، فالفيردي وغيرهم من النجوم، أم مع رحيل أردا جولر والبحث عن فرصة في مكان آخر؟ قد رأينا في ريال مدريد العديد من اللاعبين في بداياتهم كفينيسيوس جونيور على سبيل المثال، في أول مواسمهم لم يكونوا ناجحين ولم يتصرفوا بالشكل الأمثل، ولم يعرفوا كيف يتصرفوا، ولم يعرفوا كيف يتعاملوا مع اللاعبين الآخرين. هذه هي العقلية التي يجب علينا أن نعلمها للاعبينا في، وخصوصا حينما يذهبون إلى ريال مدريد. إذا بقي أردا جولر لموسم آخر مع ريال مدريد، فسنرى حينما يلعب ويشارك يمكنه أن يؤدي أشياء استثنائية مع الفريق. حينما يشارك في ملعب المباراة نرى تمريرات وتسديدات حاسمة. ففي رأيي يجب عليه أن يظل لموسم آخر مع ريال مدريد. إذا شارك بشكل أكبر فسيشارك في صنع الإنجازات مع النادي ربما، ولكن إذا غادر الفريق فلن نرى هذه الفرصة. هل تراهن على أنه منتخب تركيا ممكن يكون الحصان الأسود في البطولة، ولا في منتخب تاني ترشحه لللقب ده؟ ومين من المنتخبات بعيدا عن المنتخبات الكبيرة أو المنتخبات المرشحة لتحقيق اللقب لفت نظرك في نسخة ألمانيا 24؟ الهدف الآن للمنتخب التركي أن نتجاوز مرحلة المجموعات وأن نكون قادرين على أن نؤدي مباراة رائعة ترضي جماهيرنا وأن نحقق النتائج الأفضل
بداية من التشيك بعد الغد. فلدينا الآن الكثير من المنتخبات الرائعة، إسبانيا على سبيل المثال لديها الفرصة لتحقق اليورو، وأيضا رأينا منتخب السويسري وما قام به، قدم كرة قدم رائعة، ولكن كما رأينا بلجيكا قد خسرت أول مباراة. ولكن يجب علينا أن نكون مصدقين أن كل فريق لديه الفرصة، وإلا فلا يوجد فرصة لنا أن نكون ناجحين في هذه الدورة. أتمنى أن تمر هذه البطولة بسلام للجماهير للفرق وفي كل المدن، كما رأينا ما فعله الجماهير الاسكتلندية والعنف الذي رأيناه ضد الجماهير الألمانية. لا نريد أن نرى هذا في هذه الأيام، نريد أن نرى أجواء من المودة والصداقة خارج الملعب وداخل الملعب، كل الأمم تتنافس بشكل مسالم. هذا هو الأهم، وهذا هو الهدف من هذه البطولة، وهذه البطولة نتمنى أن تمر على هذا الحال.